مشاهدي قناة تسعة، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مكملين حوارنا مع ضيفي لليوم رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والسيد البحري سيد عبد المجيد الزار. الرئيس ولا ما نهرش عاد؟ رئيس طبعا. ما رئيس التو رئيس بالفم والملاك كما نقولها. بالفم والملاك. أي. حب من حب؟ لا ما نحبش نقول الكلام هذا، ما هو إرادة. ما لمزلت مش متمكن من المعطيات. لا أنا متأكد. لا حسيت اللي ما عادش رئيس. أنا نقول رئيس معناها بإرادة الفلاحين والبحار. ماكش مقتنع بها برشا. لا مقتنع 1000%. أنت الرئيس. أنا الرئيس. وسي نور الدين بن عيد. يدبر راسه، هو اللي يقول على روحه. ما انا معناها شو منصبه اليوم؟ لا يعني شيء في المنظمه. هو نائب رئيس، نائب ثاني زاد، مش حتى نائب اول. نائب ثاني باش تتغير المهمه نتاعو في قادم الايام. هذا معناها يرجع للمؤسسات. لا ما نتصورش، ما خممتش، تصورش ما عندكش الفكره. لا ولو حتى اي شو المقترح نتاعك اللي مشيت عليه في قدام المؤسسات. هو المفروض انه احنا نعرض الملف على لجنه النظام الاصل وهي من يتخذ القرار. اي شو المقترح؟ شو باش تقترحوا؟ لا انا ما نقترحوش عادة. نعرض الملف على لجنة النظام وهي من ينظر في التجاوزات، وبحسب النظام الداخلي ثم عقوبات لا هي تكون. تجاوز تعتبره اللي صار؟ بالطبيعة. محاولة انقلاب تسميها؟ أنا نعتبره عبث أكثر، معناها ربما كلمة محاولة انقلاب يعني تعطاها قدر وقيم. عبث كلمة تورطك راهو. تقول عبث كلمة تورط. علاش تورط؟ على خاطر السيد نور الدين بن عياد قال الكلام والتعليمات ونقل الكلام اللي قاله من رئيس الجمهورية. ولو أنا نقول عبث. بالعبث. نقول عبث بالعكس. قرار من أعلى سلطة في البلاد راهو رد بالك. لا ما عندي من رد بالي، أنا معناها واضح وكلامي. وأنا بالعكس أنا نطالب رئاسة الجمهورية في أنها توضح هل أنه لا قاله سي نور الدين بن عياد هو صحيح ولا لا، وإذا كان قالته زاد توضحه. باش تمشيو للاتحاد العام التونسي للشغل مثلا طالبوا زاد ياخذ موقف من الكلام اللي تقال هذا؟ لا هما اللي يحب ياخذ موقف هو حر. معناها مش احنا نطالبوه باش ياخذ موقف. يظل الناس معناها ماجوري فاكسيني، ناس واعيه، ناس فاهمه، فهمتني؟ ولكن اللي نجم يكون اليوم صار في اتحاد الفلاحين ينجم غدوه يصير عندهم. اي شنو حكيت انت وسيد نور الدين الطبوبي؟ لا أنا زاد ما حكيتوش. ما حكيتش أنا معناها بالعكس. ما تهزش تليفونك كنت؟ لا ولا خارج حدود الوطن؟ لا أنا معناها حتى كي نخرج أولا راني ممثل عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية ممثل عن إفريقيا. معناها بالتالي مسؤولية معناها على مستوى عالمي. هذا وكذلك أنا معناها زاد هذا محمي بهذا؟ لا 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 محمي أنا محمي صعب منظمتي وفلاحتي وبحارتي. قادر في بيان منك توقفهم إضراب مثلا ولا حاجة؟ أنا من لا أتخذ قرارات زاد أيضا عبثا. لا لكن البيان اللي هبط مثلا على الصفحة كأنه بيان على صفحتك أنت الشخصية، مش كأنه على صفحة الاتحاد. يعني كأنه أنت كاتبه على صفحتك الشخصية مش كأنه على صفحة الاتحاد. لا على صفحة الاتحاد، ومعناها ان كل المواضيع معناها كانت هي تناول مساله في الاتحاد. اش قالك سيد نور الدين تبوبي بربي؟ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. ما وقعش تواصل بينات. لو توجه له رساله تو شنو تقول له؟ انا لو اني نوجه له رساله نقول له راهو معناها مثل هالاساليب هذه ما ينبغي ان تكون مع المنظمات، والاصل ان المنظمات تحافظ على استقلاليتها وعلى حريتها وعلى التعبير على راي منظورها. وراهو ينجم الذي قاعد يصير اليوم معناها مع اتحاد الفلاحين ينجم يصير غدوة مع اتحاد الصناعة والتجارة، ينجم يصير الصناعة والتجارة مع اتحاد الشغل، مع اتحاد المرأة، مع أي منظمة أخرى. هذه رسالتك للسيد نور الدين الطبوبي. رسالتك للسيدة نجلة بودن، عندك مدة ما التقيتش بها ظهر. نعم. من نوفمبر 2021. من وقت أي. واللي هي معناها انا نقول هي رئيسة حكومة. اي وجه لها رسالة. اي رئيسة حكومة لكل التوانسة. والفلاحة راهم جزء من التوانسة. حتى حد ذا اللي ما شكك في هذا سي. لا انا معناها لان وقت اللي ما تواصلش مع المنظمة وكأنها اهملت انا نقول الفلاحة والبحارة، وهذا معناه اللي هو رأيهم يتعبر عليه المنظمة، وتظل المنظمة قوة اقتراح وراهي البلدان
ما تمشيش كان بالوزارات، لأن الوزارات ربما تقنية أكثر، ولكن معناها الأصل أن المنظمات هي اللي تعبر على الأنظمة والاتحاد طبعاً. عندهم وزن أي بالضبط. الاتحاد، وبالتالي معناها المفروض أنه الناس تتعامل أو تتشارك، والتشاركية الصحيحة هي أنه يقع معناها تفاعل إيجابي بين السلطة، معناها سواء كان الوزارة أو حكومة، والمنظمات اللي تعبر زاد على رأي منظوري. وختم مش نمكنك من رسالة أخرى، بما أنه السيد رئيس الجمهورية أيضا يرفض أنه يقابلك، مش نمكنك من فرصة أنك توجه له خطاب؟ نعم، أنا معناها رسالة، وجه له رسالة. رسالة نقول له راه أنت رئيس كل التوانسة، رئيس كل التوانسة، والآن الوضع الاقتصادي والاجتماعي راه لا يعالج بهذه الشاكلة، والأصل أنه تكون معناه تجمع كل التوانسة وخاصة المنظمات، والمنظمات راهي تعبر على آراء منظوريها، معناه اللي هي قوة اقتراح زادة أيضا، وهي اللي تمثل منظوريها، وبالتالي يكون التعامل باحترام إرادة الناس الشرائح هذه، سواء كان فلاحة ولا عمال ولا غيره. اليوم تعتبره مش رئيس كل التوانسة في التعامل، تحس هذا؟ لا، ما قلتش ما هوش رئيس كل التوانسة. لا، ما ديما تذكر فيه دي. لا إيه، نذكر فيه، والذكرى تنفع المؤمنين. ولكن أنا نقول معناها تعرف شكون نذكره ولا إيه؟ تعرف شكون نذكره؟ اللي ينسى، وإلا أنه زاد أيضا للتذكير للتعزيز، معناها زاد أيضا رئيس الجمهورية قيس سعيد نسى أنه رئيس كل التوانسة سي عبد المجيد الزهر. أنا نقول كيف ما معناها أنه يرفض انسحر، راني ديما نخلي معناها، لأنه هذا ما نقول العهدة على من قال، العهدة على من قال والعهدة على الراوي، فإذا كان صح الكلام هذاي أنه ما ينبغي أنه يهمش شريحة كاملة اللي هما الفلاحة والبحارة بمقاطعته للمنظمة أو معناها باتخاذ موقف من رئيسها، فالرئيس هو معناها إرادة، ولكن التعامل مع المنظمة هو لابد أن يحترم إرادة الفلاحة والبحارة. واضح. علاقتك بالوزير الفلاحة الحالي كيفاش؟ الحقيقة معناها كانت عادية جدا، ولكن يبدو هو معناها أيضا ما عادش يهز عليك تليفون. أي ما هزش توا مدة، معناها واحد ربما هو أيضا معناها خذا بلاصه، أو معناها خذا موقف، ما نعرفش، أو أنه أملي عليه، ما نعرفش. ما عادش يهز عليك تليفون؟ أي معناها المدة الأخرى لا. لا باهي، مش أول خلاف ظهر لي بينك أنت وزير فلاح، مثلا كان فما عدم تفاهم، مش ما نقولش خلاف، مع الوزير الأسبق محمد بن سالم. كان عندي معناها أنه نقول عدم رغم انتميته لفرد حركة في يوم الأيام، ما كان عندي مع محمد بن سالم، وكان مع معناها حتى سمير بالطيب، وكانت معناها اللي هي خلافات، لأن معناها ما عندناش لا حرثة ولا ورثة بيناتنا، ولكن معناها كانت خلافات، لأنه معناها حول قضايا الفلاحة مثلا، وهو دليل أنت كي تقول لي أنه عندك خلاف، سواء كان مع مثلا مع محمد بن سالم، علاش كان الخلاف؟ كان خلاف بسبب الانتدابات؟ لا لا لا، ما عندناش شيء انتدابات، ما عندناش مشكلة احنا في الانتدابات، مش هذا الانتدابات أحنا. في فترة ما قال انها كانت بالولاء، يعني بالانتماء الحزبي وليس مشكلة. بالكفاءة. لا، هذا ممكن يهم السياسيين ويهم الواحد، ما يهمناش احنا ياسر، لأنه احنا ماهوش باش ينتدب من الفلاحة هو، لا، ولكن معناها كانت خلافات حول الرؤى، حول الخيارات، حول معناها اللي كنا نحكيه فيه، معناها من أنه لابد من رسم استراتيجية فلاحية، من رسم خيارات، وأيضا كيف نحقق سيادتنا الغذائية، وهذا كان موضوع معناها حوار، وكنت معناها دائما معناها مع الوزراء الكل كان هذا موضوع يطرح، وكان موضوع يتناقش، وكان موضوع مطروح على الطاولة، معناه هذا معناها واضح، ممكن معناها في بعض الأحيان نختلف في هذا، اختلاف مواقف، رغم أنكم انتميتوا في يوم الأيام لنفس الحزب ولا عندكم نفس وهذا هذا الناس اللي ما حبتش تفهمه. ينجم نكونوا احنا معناها انتمينا في يوم من الأيام لنفس الحزب، ولكن معناها وقت اللي معناها إنسان يتحمل أمانة اللي هي وضع سواء كان اقتصادي واجتماعي في البلاد كمنظمة، أو معناها مصالح الفلاحين والبحارة وقضاياهم، فمعناها ما هيش اللي هي باش تكون، لأنه المنظمة كما فيها الإسلامي، كما فيها اللي كان في حزب الدستور، كما فيها اليساري، كما فيها الكل، فهي تجمع من كل الأطياف أو الخيارات الفكرية،
هذا في الاصل أي. في الاصل لازم يكون هكا. هو انا مش في الاصل هو هذا بالواقع. لانه الفلاح ثم فلاح اسلامي، ثم فلاح يساري، ثم فلاح تونسي. خلينا في فلاح تونسي، هذا هو معناه وقت اللي نقولوا فلاح تونسي مش فلاح اسلامي ويساري وشيوعي. لا معناه خلينا ما اللي يحب يحكي بال معناه يسيسها. لا راهو الفلاح نهار اللي يطيح معناه نقولوا احنا البرد ولا التبروري معناه مش يضر اليساري ويضر الاسلامي ويضر التجمع ويضر الكل نفس معناها بنفس الدرجه وبنفس الاشكال. وقت اللي عندنا اتلاف منتوج نفس الشيء فبالتالي اللي تجمعنا هي قضايا مهنيه اللي هي معناها المهنه وليست الخيارات السياسيه. وليست الخيارات السياسيه، وليست الخيارات السياسيه تتملس نهائيا. كانك تحب تنسي الناس يعني. كانك تحب تنسي الناس مش يعني. انت ميت في يوم الايام قلت عظمه لسانك كانت عندي خلافات مع محمد بن سال رغم اللي انت من نفس حزب معناها هو تاكيد ودليل. وانت يا سي عبد المجيد زار كانك تحب تنسي التوانسه انك في يوم من الايام كنت تنتمي لحركه لا النار. علاش ما عنديش مشكل، ولكن اي ولكن انا نقول انه وقت اللي ندافع على قضايا الفلاحين راهو مانيش لابس جبهه سياسيه ولا خيارات سياسيه ولا اميز معناها ولا من 2013 من 2012 من 2012 خرجت 2013 على راس المنظمة. من وقتها دافع بنفس المساواه. ها وانت بيدك قلتها والجميع والجميع يعلمها. بعض التوانسه يسميوها العشريه السوداء، العشر سنوات التي تلت الثوره ما على المستوى مثلا السياسي الاقتصادي وغيره. لو نحكي على ميادين اختصاصك الميدان الفلاحي والسيد البحري، عشرية شو تسميها؟ أنا نقول هي عشرية سوداء، مش عشرية، عشريات. لا علاش تحب ما أنا باش نبدأ واضح. أنا نقول عشريات، والدليل على ذلك أبداها منذ 64 اللي الجلاء الزراعي واستقلالنا واستقلال أراضينا قعدت 8 سنين بعد استقلال البلاد، معناها هو تهميش للفلاحة ولليوم. باه لليوم. لليوم. فما حتى بوادر أنها تتحصل. لحد الآن ما ريناش. ما رينا حتى بوادر لليوم. ما ريناش. باه، قبل ما نكمل، موضوع يهم التوانسة برشا وفي قادم الأيام مش بعيد، التخفيض في سوم الأعلاف مثلا، باش يكون مساهم في التخفيض أو على الأقل المحافظة على استقرار سعر الموضوع الأضاحي. الموضوع هذا. الأضاحي للعيد الكبير هاو قريب. هو ما انا مانيش ما اولا الساعه التخفيض، هل انه هو التخفيض باش يستمر والا هو التخفيض؟ لانه بلاغ وزاره التجاره راه قال شهر ماي. وبالتاكيد معناه قريب يوفى شهر ماي. قريب يوفى شهر ماي. معناه وهذا السؤال لما تروح هل يندرى باش ترجع الاسعار ترتفع عفوا ولا لا؟ هو اللي ما عندناش وضوح. شفت احنا اونجير لو فلو. معناها وقت اللي تقول لي انت وزاره التجاره خلال شهر ماي معناها مش يقع وقع التراجع عن الترفيع، هل انه باش ترجع لنا معناها الاسعار ترتفع؟ اما ها 300,000 معناها فقط هما مش يقسطوهمنا حتى معناها الزراقه تجي خفيفه ما توجعش. معناها في عود 300,000 ضربه واحده تعكشنا ممكن يقسموها لنا على مرتين ولا ثلاثه. حسب توقعاتكم وقراءتك المستقبليه باش يكون فما استقرار في سعر الاضاحي ولا ننتظروا الاسهم باش تزيد؟ لا انا نقول ننتظروا زياده في سعر الاضاحي. طبيعه لانه كل التكاليف زادت. ربي يعين التوانسه. ربي يعين التوانسه الكل بما فيهم الفلاح. ربي يصبر التوانسه بما فيهم الفلاح. نعم. السيد رئيس المنظمه مرتاح في اريحيه والحمد لله، مشاريع فلاحه واراضي مريقله الامور. به البيان في ديسمبر 2021 مع وزاره التجاره زاده تقول نحن نرفض التضييقات ولا يحق لوزاره التجاره قانونيا إجبار الفلاحين على ترويج منتجاتهم بأسواق الجملة فقط. نعم. هذا ما يحلش ثنية أخرى للوسطاء اللي هما اليوم بالكاشف إنه الفلاح يبيع بسوم توصل للمستهلك بأضعاف أضعاف والوسيط هو الربح الأكبر. صحيح. هي. وهذا اللي احنا معناها نطالبه بمسالك التوزيع أنها تكون سليمة. ومعناه لابد انها معناها تكون معالجه لمسالك التوزيع. معناها للاسف انه حتى المرسوم اللي خرج على مسالك التوزيع هو ما عالجش هل الاشكال هذا، لانه احنا وقت اللي نقولوا انه الفلاح معناها مش فقط في انه يكون في اسواق الجمله، لانه هل يمكن لفلاح
موجود في جندوبة ولا في غارديمة ولا معناها موجود في ثريانة يعني يهبط زوز ولا ثلاثة صنادق معناها اللي هو تعرف احنا معناها صغر المستغلات ويهبطها من تونس معناها لسوق الجملة تقولوا هزم البير القاسم. ممكن؟ مش ممكن تأكيد لأنه معناها ممكن يحط حقهم مرتين وثلاثة في النقل. في النقل بالتالي لابد أنها تكون المسألة ما لوجوش على حلول سهلة إيه؟ وحلول معناها سريعة وحلول معناها هي تعطيني حاجة سهلة أي هبط السلعة كل السوق الجملة لا ولكن لابد أنها تتجد مراقبة مسالك توزيع مراقبة وترشيدها وتنظيم وترشيدها واللي صار هذا من المنتج المستهلك هذا شو تعتبر إجراء إيجابي في الكلوري لا هو الموجود من المنتج المستهلك هي تظاهرات أكثر من أنها خيار اقتصادي وبالتالي معناها إذا كان أنها تدخل في مسالك التوزيع لابد أنها تتقنن ومعناها وتتدرس ولكن الحد الآن أسواق المنتج المستهلك هي تظاهرات معناها في مناسبات معناها هي معناها للتعبير أو معناها نقول أنا معناها للتفاعل أو التضامن بين المنتج وبين المستهلك أكثر منها أنها تكون كمسلك من مسالك التوزيع به باش ما ننسيش أسعار المحروقات وتأثيرها على السيدين والسيد البحري هو أسعار المحروقات زاد إشكال كبير تأثيرها في القطاع الفلاحي الكل كبير لأنه الآن معناها أحنا حتى في الزراعات ولات المكننة راهي معناها منتشرة منتشرة معناها في الجرارات في آلات الحصاد في المحركات معناها سواء كان نتاع الماء سواء كان غيرها واضح واضح. فبالتالي معناها تأثير المحروقات تأثير كبير ولكن في الصيد البحري هي أكثر تأثير لأنها تمثل تقريبا 80% من التكلفة وقت اللي نقول 80% من التكلفة التصاعد الارتفاع عفوا معناها في أسعارها معناها قاعد يأثر حتى على الأسعار بالتأكيد باش تأثر وهذا اللي رغم أنه مدعوم وهذا ليه هو مدعوم مش بحاجة كبيرة معنا. لكن مدعوم مدعوم ولكن مش بحاجة كبيرة واللي هو قاعد يأثر على الأسعار وهذا اللي احنا ديما معناها الناديو بهات نعملوا هيكلة الأسعار واضح. حتى أنه ما نبداوش نناقشوا في المسائل معناها كما نقولها مفصولة أو أنه ناخذوا بجزئيات واضح معناها لا أنه نناقشها في كلياتها وفي إجماليتها واضح واضح. وقتها نلقاو حلول صحيحة من المحروقات للحرائق الحرائق احنا نقولوا الحرائق من يقف وراءها والله أنا معناها الحقيقة ما نقولش ثم شكون من يقف وراءها لا ما حتى حد ما يقف وراءها صدفة خلينا نقول لا زاد النجم يقول صدفة هات نقول لك علاش لعنة إلهية أصابت تونس لا 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 استغفر الله إن شاء الله ما تصير الله. اللعنة أي مالها شنو مالها شنو الحرائق فرد وقت خلينا نكمل بابور مخازن لا ثم لا هذيك معناها تولي موضوع أنا نحكي على الحرائق في الحقول في الغابيات في الواحات في الحقول صحيح. أنا نقول معناها صعيب التوانسة تصعيب التوانسة باش يحرق معناها قمح ولا يحرق واحد راو معناها احنا في ثقافتنا اللي يقعد قد ما خبز في الشارع يهزها سي عبد المجيد الزهر اما عن قناعه قاعد تقول لي في الكلام هذا لا كان تحب تراوغني قول لي تو نقبل انا ما نراوغش انا احترم ذكائي وذكاء اللي يتفرج لا لا انا نحترم وانا معناها واحد واذا كانت تناقشني تفضل ميساج لا قول لي كان تقول لي نكمل الجمله كان تقول لي لا اعتقد التوانسه يحرقوا كل اما خليني خليني هاني باش وناقشني لا نتبع لا ناقشني ميساج اما خليني نكمل الفكره تفضل راوغ اولا لا ما نراوغش اما التوانسه راه مستحيل يمشي ويحرق القمح ولا يحرق كذا هذا قناعه وهذا التوانسه الكل يقولوا تشدوا في عوام سابقه عبيد تحرق لحظه التوانسه خليني نكمل باهي نتفاعل معاك اي ميساج خلينا نكمل تفضل انه الاصل انه برشا حرائق قاعده تصير باهمال ملول في التحضيرات من نوع انه ما نمسحوش حواشي الطريق تقع حشيش شاح بونتا تاع السيجارو تسرح انه ما نعملوش اجراءات وقائيه في انه يتحرث بحذا الطريق باش معناها حتى اذا كان شعلت في حاشي الطريق ما تتعداش أيوة. هذا الكل ناقص انا نقول ناقص ان شاء الله معناها انه يكون الاجراءات هذه اتخذت وتعمل. ما قلتليش تو باقي اصبرني هاي
تفسير يصبر غير مقنع. لا ما للاسف يا لا تنجم مانيش انا المثل اللي قلتوا لي قبيله مقنع اكثر. لا لا خلينا نكملك هذاك المثل بربي كيفاه يا عبد المجيد لا تمشي وترقد لا لا تعمل يديك ولا تنام نامه موحشه هذا ايوه ولكن 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 انا نقول اذا كان نجيو معناها تحكي على الحرائق الاخيره ايوه ثم فرق هنا الاخيره ما هو هنا خلينا واش قلت لك خلينا نكمل معناها كي ناقه نواحات تحرقت ناقه مصانع ناقه كذا وقتها نولي نقولوا انه قد يكون عمل إرهابي قد يكون عمل إجرامي تخريبي وهنا وتخريبي وهنا على الأجهزة متاع الدولة في أنها تكشف الموضوع هذا ولكن لحد الآن احنا ما سمعناش زادة أيضا معناها كشف للمواضيع هذه وانت قريب من الفلاحين ما يجيكش صديق ما يقولوا لك شفنا شدينا لا لو كان ثم احنا بيدينا لن نصمت لن الزمخشارية أيوة. لن نصمت على مثل الأعمال هذه لأنه أولا بلادنا واحنا راهو عندنا منسوب وطنيه كبير ياسر وبالتالي ما احناش مش نسكتوا على هذا وفي كل بياناتنا كنا لابد معناها من استئصال الارهاب وايضا حتى معناها دواعيه ولكن لابد هذا لن نصمت والارهاب آلة هدامة للوطن للفلاحه وللبحر من يتهم جهه سياسيه انها تقفر الحرق هذا شنو يجاوبوا؟ عليه انه يثبت لنا ونحن معناها سنقف ضدها سنقف ضدها واضح معناها لانه مصلحه البلاد فوق مصلحه كل شيء. الوطن فوق كل شيء اذا لكان انه معناها اما ما تكونش معناها كلام وكاو شعارات وانا نقول لحد الان ما سمعناش ما ريناش وما قالوا لناش من وراءها واحنا احنا نطالب من وراءها سي عبد المجيد الزهر شكرا لك سعيد جدا انكم ضيفي شكرا على كل هذه التوضيحات ناخذ فاصل صغير ثم نتعرفوا على ضيفي في بقيه حلقه اليوم من الاختيار يهزنا العالم خاص به عالمه الفني تعرفوا عليه بعد الفاصل خليكم معنا رجعين